السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. الفيديو اللي معانا النهاردة هنتكلم فيه عن النجم جورج يوردانيس. اشتهر بملك الشوكولاتة الغير معروف أصوله غير المصرية. هنعرف تفاصيل كتيرة جدا عن حياته الفنية وكمان الشخصية. هو ممثل مصري من أصل يوناني، وشارك في العديد من الأفلام السينمائية ومنها فيلم بنت العمدة، وده قدمه سنة 1949، وكمان كاس العذاب، وده كان في 1952، وأرض الأبطال كمان في 1953. وتنوعت أدوار الفنان جورج، ولكن اشتهر بأدوار قام بها بدور الجرسون أو بالخواجة، وكانت فترة الخمسينيات هي الفترة الأكثر نشاطا في حياته الفنية. وشارك أيضا في العديد من الأفلام اليونانية ومنها فيلم العانس، كما تتلمذ على يد الفنان نجيب الريحاني، وشارك مع أبرز المخرجين المصريين زي يوسف شاهين وحسن الإمام، وقام ببطولة العديد من الأفلام، كما شارك مع ممثلين مشهورين ومنهم كان ملك الفكاهة إسماعيل ياسين، وكمان عمر الشريف والفنانة ماجدة. ورحل عن عالمنا الفنان جورج في 22 مارس 2005 عن عمر يناهز 84 عاما. والفنان هو من مواليد 1921، وغادر مصر بعد أن مضى 40 عام في حياته بها، بعد تلقي عروض مغرية للعمل في اليونان في وقت كان فيه ذروة نجاحه في الفن في مصر. كما قام الفنان جورج بالعشرات من الأعمال السينمائية المصرية، بينهم شخصية ياني والد العائلة اليونانية في فيلم كأس العذاب مع الفنانة فاتن حمامة ومحسن سرحان كمان، وكمان الجرسون في فيلم حب في الظلام وقلوب الناس مع فاتن حمامة، ومن أشهر الأعمال الشخصية خريستو في فيلم دليلة مع الفنان عبد الحليم حافظ وكمان الفنانة شادية، وجرسون في فيلم سمارة مع الفنانة تحية كاريوكا، وغيرهم وغيرهم من الأعمال الناجحة للفنان، كما عمل أمام الكثير من الفنانين الذين كانوا أصدقائه داخل الوسط الفني من مصر، زي الفنانة فاتن حمامة وماجدة وفريد الأطرش وتحية كاريوكا كمان، ورشدي أباظة وشكري سرحان، وكمان هند رستم. والفنان استضاف الفنانة ماجدة في اليونان في أحد المهرجانات، وكان لقاء يحمل الشجن والحنين لمصر. وقال نجلو إنه يتأثر كثيرا حينما يعلم بخبر وفاة أحد أصدقائه من الفنانين المصريين.